أمام مدرجات شبه فارغة وأجواء باردة، دخل الفريقان أرضية ميدان الوحدة المغاربية. الشبيبة من أجل وضع حد للنتائج السلبية، والسياسي من أجل مواصلة الإيجابية. خلال المرحلة الأولى لم نرى شبيبة بجاية إلا في الربع ساعة الأول، أين كان اللعب متكافئا، وسرعان ما أبان فريق شباب قسنطين عن إمكانياته البدنية والفنية، وسيطر رفقاء بولم دايس الذي ضيع أخطر فرصة في الدقيقة 15 أمام العائد من جنوب إفريقيا الحارس سيدريك. رد الشبيبة وفي كثير من الأحيان كان عن طريق المرتدات والكرات الثابتة، فكادت أن تحدث كرة حاج الفارقة في الدقيقة 21. شباب قسنطين سيطر على وسط الميدان فحافظ على الكرة بفضل البينيات لينهيها بالتسديدات عن طريق طغيبة، ثم نوع بعد ذلك الفريق الضيف فاعتمد على الكرات الجانبية عن طريق الظهير الأيمن بولحي الذي لعب ضد فريقه السابق، فكان سيدريك في الموعد. وبعدها سوء تفاهم بين طيايبة وبولمدايس فوت عليهما فرصة التهديف. الشوط الثاني غيرت الشبيبة لون البدلة فتغير أداؤها، وكادت في العديد من المرات أن تفلح في التسجيل عن طريق دراج، فكانت السيطرة بجوية فيما اعتمد السنافير طريقة حذرة مع الانطلاق بالمرتدات بنية الحفاظ على النتيجة البيضاء، فكانت إيجابية للفريقين بالنظر إلى النتائج المتباينة للفريقين خلال المرحلة الأخيرة وتحت الأمطار الغزيرة التي حضرت بدل الأهداف. كانش فيه كرة يعني كرة جميلة تغلب عليها الأداء الاندفاع البدني كبير بزاف. نظن حنا من حيث النتيجة نقول نقطة يعني تخلينا ديما نخدموا في ظروف أحسن. أربع مقابلات في مرحلة العودة هذه ما انهزمناش، إن شاء الله نكملوا في السلسلة هذه إن شاء الله. أن الفريق بدأ يتحسن وبدأ يعني كي ياخذ كونفيونس في نفسه كما يقولوا بالفرنسية، ومازال باقي 11 مقابلة والعمل مازال يستنانا كثير، وإن شاء الله في المقابلات الجاية إن شاء الله الفريق راح يستعيد قواه ونعود الواجهة إن شاء الله.